أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية صوماليلاند نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية ووصوله والوفد المرافق له إلى مطار هيثرو في المملكة المتحدة. وزير وزارة التربية والتعليم العالي ومشاركته في مناسبة احتفالية. نائب وزير وزارة الشؤون الأمنية لوزارة الداخلية وقائد قوات خفر السواحل واختتام لهم دورة تدريبية في العاصمة هرقيسة. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. التقى رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق لفخامته، والذي يقوم حاليا بجولة في بعض الدول الأوروبية. التقى بجاليات صوماليلاند بدولة إيرلندا. التقى رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق لفخامته والمتواجد حاليا بدولة إيرلندا، تلبية لدعوة رسمية لفخامته من قبل رئيس دولة إيرلندا من أجل إجراء مباحثات هامة تهم الدولتين على كافة الأصعدة. التقى بجاليات صوماليلاند بإيرلندا، وتطرق خلال هذا اللقاء حول المراحل العديدة التي مرت بها صوماليلاند على مدار ربع قرن ماضيات من التقدم والاستقرار والارتقاء بالمستوى الاقتصادي. وتحدث بكلمة كل من وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي ووزير وزارة الشؤون الخارجية معالي محمد بيحي يونس، أشار من خلال حديثهما إلى نجاحات التي حققتها هذه الزيارة على المستويات السياسي والتعاون الاقتصادي المشترك، وآمال جمهورية صوماليلاند المتعلقة بالمستقبل الجديد التي تصبو إليه البلاد تعاونا من قبل مسؤولي دولة إيرلندا وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، والذي أبدى استعداده للتعاون مع حكومة صوماليلاند حتى تنال الاعتراف بها عالميا وتستكمل ما بدأته من نهضة وبناء. هذا وتحدث رئيس الجمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم، أعرب من خلال حديثه عن سعادته البالغة للنتائج التي حققتها هذه الزيارة والتي تعد تاريخية. وعلى صعيد آخر، وغادر وفد رئيس الجمهورية دولة إيرلندا متوجها إلى المملكة المتحدة البريطانية بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحاب. وصل اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له إلى مطار هيثرو بالمملكة المتحدة، وكان لدى استقباله مسؤولي حزب كلمية الحاكم وجمع غفير من المواطنين والمغتربين بالمملكة المتحدة. وصل فخامة رئيس الجمهورية والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له إلى مطار هيثرو، وكان لدى استقباله مسؤولي حزب كلمية الحاكم وجمع غفير من مواطني صوماليلاند والمغتربين بالمملكة المتحدة. وعقب وصوله وخروجه من صالة الشخصيات الهامة في مطار هيثرو، تحدث إلى وسائل الإعلام والوفد المرافق له عن أسباب هذه الزيارة والنتائج المرجوة منها. وتحدث وزير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العالمي معالي محمد بيحي يونس، شكر من خلال كلمته باسمه وباسم فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق لهم مستقبليه على حفاوة الاستقبال، وأشاد بمواطني صوماليلاند والمغتربين في الخارج. وتحدث أيضا رئيس الجمهورية، شكر من خلال كلمته مواطني صوماليلاند والمغتربين في المملكة المتحدة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به هو مستقبليه. وتحدث أيضا مسؤولي جاليات صوماليلاند المختلفة في المملكة المتحدة ومسؤولي حزب كلمية الحاكم والمواطنين والمغتربين صوماليلاند، أشاروا من خلال كلماتهم إلى سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له، وعبروا عن ترحيبهم الكبير لفخامته والوفد، راجين من الله تعالى له إقامة طيبة بينهم. شارك وزير وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند معالي فارح علمي جيدولي وبرفقته عدد من كبار مسؤولي الوزارة، شاركوا في مناسبة كبيرة احتفالا بتوديع المدير العام السابق للوزارة وتسلم المدير العام الجديد مهام عمله بالوزارة.
شارك اليوم وزير وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند معالي فارع علمي قيدولي ويرافقه نائبه وعدد من مسؤولين وزارة وضيوف شرف آخرون، شاركوا في مناسبة كبيرة احتفال لتوديع المدير العام السابق للوزارة سعادة أبيب أحمد علي وتسلم مدير العام الجديد سعادة يوسف أحمد علي مهام عمله بالوزارة. وفي كلمة المدير السابق في هذه المناسبة أشار إلى مجهودات العديدة التي بذلها تجاه ارتقاء مستوى التعليم بصوماليلاند تركيزا على مجالات خاصة تعليمية منها ومراكز الحرف اليدوية. كما تحدث المدير العام في هذه المناسبة أشار إلى خطط المستقبلية تجاه عملية تعليمية بالوزارة تعاونا مع كافة الهيئات والجهات المعنية. كما تحدث بكلمة نائب وزير التعليم سعادة عبد الرشيد إسماعيل كاهن أشار إلى الدور الهام والفعال لوزارة التعليم بصوماليلاند، كما شكر المدير السابق على أعماله وتمنى للمدير الجديد التوفيق. كما تحدث بكلمة وزير وزارة التربية والتعليم العالي معالي فارع علمي قيدولي أشاد بما قدمه المدير السابق من أعمال وتمنى لخليفته التوفيق والسداد في أعماله من أجل صالح العام للوطن، كما دعا كافة التربويين ومسؤولين التعاون معه من أجل تقدم الوطن العام وإنجاح عملية تعليمية خاصة. اختتم نائب وزير وزارة الشؤون الأمنية لوزارة الداخلية سعادة عبدي طاهر عمود وبرفقته قائد قوات خفر السواحل اختتموا دورة تدريبية في جامعة أدنى للعلوم الصحية لبعض ضباط خفر السواحل. اختتم اليوم نائب وزير وزارة الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية سعادة عبدي طاهر عمود وبرفقته قائد قوات خفر السواحل دورة تدريبية في جامعة أدنى للعلوم الصحية بالعاصمة هرقيسة. استمرت هذه الدورة لمدة 10 أيام، قام خلالها 10 من ضباط خفر السواحل في جمهورية صوماليلاند بتلقي دروسا في الإسعافات الأولية ووحدة الطوارئ الطبية. وتحدث في هذه المناسبة نائب وزير وزارة الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية أشار من خلال حديثه إلى أهمية هذه الدورة التدريبية التي تم خلالها إعطاء المشاركين دروسا في الإسعافات الأولية الضرورية لإنقاذ حياة المواطنين، وحث المشاركين من خلال كلمته بتطبيق ما تعلموه في مجال عملهم. وتحدث أيضا قائد قوات خفر السواحل بجمهورية صوماليلاند الإدميرال محمد حسين فرح حيراني أشاد بأهمية كبيرة لهذه الدورة التدريبية لأفراد خفر السواحل وضرورة كبيرة لتعلم أفراد خفر السواحل الإسعافات الأولية ووحدة الطوارئ الطبية. وتطرق أيضا إلى أهمية حماية سواحل جمهورية صوماليلاند لأنها واجب قومي على جميع مواطني صوماليلاند التعاون مع الحكومة وقوات خفر السواحل من أجل حماية حدودها الساحلية. وشكرت الدكتورة أدنى آدم على تعاونها وإعطاء قوات خفر السواحل الفرصة لأخذهم هذه الدورة التدريبية في المجال الصحي. وتحدث أيضا الدكتور إسماعيل أحد المدرسين في هذه الدورة التدريبية وسيد جبريل من مندوبي الهيئة الممولة للتدريب أشاروا من خلال كلماتهم إلى أهمية تدريب قوات خفر السواحل. شارك اليوم عدد من مسؤولي وزارة الصحة بجمهورية صوماليلاند وبرفقتهم سلاطين وعقلاء وضيوف شرف آخرين شاركوا في مناسبة احتفالية من أجل افتتاح مشفى نوبل الجديد والمتخصص في طب الأسنان وذلك في العاصمة هرقيسة. شارك اليوم مسؤولي وزارة الصحة بجمهورية صوماليلاند ويرافقهم سلاطين وعقلاء ودكاترة عالميون وتجار وضيوف شرف آخرون شاركوا في مناسبة احتفالية موسعة من أجل افتتاح مشفى نوبل الجديد والمتخصص بطب الأسنان وتم ذلك بالعاصمة هرقيسة. وتحدث في بداية هناك مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة دكتور بشير فارح علي أشار من خلال حديثه بممولي هذا المشفى وأشار أيضا بأنهم كوزارة سوف يقدمون يد العون لهم. وتحدث هناك أيضا أحد كبار دكاترة صوماليلاند دكتور محمد عبدي أشار بمجهودات التي بذلها السيد مهدي عبدي مدير مشفى نوبل لتجهيز المشفى من ناحية توفير أجهزة حديثة للمشفى. وتحدث عدد من المسؤولين وسلاطين وعقلاء أشار من خلال حديثهم إلى أهمية افتتاح مثل هذه المستشفيات بالبلاد التي تم تجهيزها بأجهزة عصرية لخدمة المواطنين. وفي الختام تحدث مدير مشفى نوبل سعادة مهدي عبدي قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن هدف الأساسي لتأسيس هذه المشفى دورها التي سيبدأ في الإشراف على عديد من الحالات هذا وسيتم التقديم بعد التدريبات لعدد من الطلاب بمجال الطب الأسنان. شارك عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند من بينهم وزير الدولة للوزارة وبرفقته مسؤولي مدرسة دار السلام ومعلمين وأولياء الأمور الطلبة والطالبات وضيوف شرف آخرين شاركوا في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2015-2016 لمدرسة دار السلام. شارك اليوم عدد كبير من مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي
العالي بجمهورية صوماليلاند، من بينهم وزير الدولة للوزارة سعادة أحمد نور فاهية، ويرافقه مسؤولين مدرسة دار السلام ومعلمين وأولياء أمور الطلبة وضيوف شرف آخرون شاركوا في مناسبة احتفالية عقدت في مدرسة دار السلام احتفالا لبدء عام الدراسي الجديد 2015-2016. وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير مدرسة دار السلام سعادة الشيخ محمد حسين محمود، أشار من خلال حديثه إلى مراحل عديدة التي مرت بها المدرسة وعدد الطلاب الذين تخرجوا منها حتى الآن هذا، وأشار كذلك إلى مجهودات الكبيرة التي بذلها معلمي مدرسة دار السلام لتخريج دفعة طلاب ذوي خبرة عالية لخدمة الوطن. وتحدث هناك أيضا وزير الدولة لوزارة التربية والتعليم العالي سعادة أحمد نور فاهية، هنأ من خلال حديثه الطلاب المتخرجين الذين نالوا مراتب العالية في الامتحانات الأخيرة هذا، وناشد من خلال حديثه جميع مسؤولي المدرسة وطلابها بأن يعملوا مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل نهضة الوطن. وتحدث مدير قسم التخطيط لوزارة التربية والتعليم العالي أشار من خلال حديثه إلى أهمية التعليم لأبناء الوطن من أجل مشاركتهم في نهضة الوطن، وفي الختام تم توزيع شهادات تقديرية على الطلبة المتخرجين. أعزائنا المشاهدين، كان هذا آخر نبأ في نشرتنا، حتى نلقاكم في نشراتنا القادمة، تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن ومن فريق العمل، ودمتم في رعاية الله.